حبايبي طلبة برايمري 6، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نكمل مع بعض منهج الترم التاني مع lesson 4 and 5 اللي هنتعلم فيه ازاي نقدر نجيب ال distance between point on a line، واللي هنتعلم منه ازاي نعرف ال distance between point on a coordinate plane. ولو كنتوا اول مره تشوفوني، انا المهندسه فاطمه ودي قناتي وي كان ماث اند اي سي تي. اتمنى يا رب تكون مفيده ليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل اصحابكم، وما تنسوش تنضموا لجروب الواتساب المثبت في الكومنت تحت الفيديو، جروب الواتساب المجاني لاستفساراتكم في اي وقت. اتعلمنا حبايبي في الفيرست تيرم ان الديستنس معناها ابسوليوت. فاكرين الابسوليوت؟ ايه الابسوليوت ده؟ الابسوليوت ده كان بيخرج لي النمبر كده اللي بيتكتب جواه بوزيتيف، سواء النمبر ده انا حطيته ماينس او حطيته بلس دايما بيطلع لي بوزيتيف. وطبعا احنا عارفين لو جبنا كده المتر بتاعنا وقسنا اي ديستنس سواء في الروم بتاعتك او في اي مكان، لازم بتقول على الديستنس ان هي بلس، يعني بتقول مثلا 4 متر 6 متر، المهم ان هي بتبقى بلس يونت. فتعالوا كده نعرف مع بعض ازاي هنقدر نجيب الـ distance between A and B. لو انا حبايبي عندي اللاين ده، اللاين اللي قدامنا ده، وعايز اجيب الـ distance ما بين الـ A والـ B اللي هو الجزء اللي قدامكم ده، طب انا عشان اجيب الجزء ده، هو الـ point B دي مش عبارة عن الـ distance from 0 to B، يعني الـ distance دي؟ طيب هو البوينت ايه مش عبارة عن from 0 to A؟ طب مش انا عايز الجزء اللي ما بينهم ده؟ يعني معنى كده ان انا هاخد النمبر الكبير اشيل منه النمبر الصغير، يعني ال B minus ال A. طبعا انا هنا عشان عارفة ان number on the right أجيبها هنا هي عبارة عن الـ distance from 0 to A، والـ point B هي الـ distance from 0 to B. طب أنا عايز الجزء ده ما بين الـ A والـ B، يبقى أنا آخد الـ point الكبيرة اللي هي الـ A minus الـ B عشان أقدر أجيب الجزء ده. طيب هنا أنا عندي الـ A بالـ negative، عشان كده الرول بتاعك بيقولك إن النمبر نحطه في أبسليوت، يعني أبسليوت الـ A minus أبسليوت الـ B، عشان كده أضمن إن الـ distance عندي تطلع لي بالبوزيتيف. وما تنساش تكتب اليونت اللي هي اليونت اللي أنت مش عارفها. يبقى أنا كده عرفت إيه؟ عرفت إن أنا لما يبقى عندي 2 point، التو بوينت دول موجودين في نفس الاتجاه سواء on the right أو on the left of zero، باخد التو نمبرز دول وأعمل لهم ماينس، الكبير ماينس الصغير، ولازم أحطهم جوه الأبسوليوت. طيب ما تيجوا كده نشوف يا ترى لو التو numbers دول موجودين في two different direction، يعني ايه؟ يعني الزيرو كده في النص وواحد هنا وواحد هنا، زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، شايفين الزيرو اهو والاي on the right والبي on the left. تخيل كده انا لو عايز اجيب الـ distance AB، الـ distance دي مش المفروض ان انا هعمل ده اللي هو النمبر A بلس النمبر B؟ ما انت برضو لازم يبقى عندك جزء من التخيل، الماث مش حفظ، احنا لازم نبقى فاهمين بنعمل ايه. يبقى معنى كده لو انا عايز اجيب الـ distance AB equal absolute الـ A بلس absolute الـ B. من هنا فهمت ايه؟ من هنا فهمت ان الـ two point بتوعك اللي هم الـ A والـ B لو عندهم the same sign، يعني إيه the same sign؟ يعني الـ two point دول كانوا negative or
كانوا positive، الاتنين نيجاتيف او الاتنين بوزيتيف، يبقى انا هعمل للاي والبي ايه؟ يبقى انا هعمل للاي والبي ايه؟ هعمل لهم ماينس. طيب لو كانوا ديفرنت ساين، اهو واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، يعني بوزيتيف اند، مش اور بقى، بوزيتيف اند نيجاتيف، هعمل للاي والبي ايه؟ هعمل لهم بلس. ويلا بينا كده نحل مع بعض اكسرسايز عشان نتمكن اكتر، واوعى ما تكملش الفيديو للاخر عشان هنتعلم ازاي نجيب الديستنس على الكوردينيت بلين ونحل كل اسئله المعاصر. تعالوا كده نشوف مع بعض الاكسرسايز في الجزء اللي احنا شرحناه. letter A، احنا اتفقنا يا ولاد واحنا بنشرح اتفقنا على ايه؟ بص كده على التو بوينت هتلاقي واحدة بوزيتيف والتانية نيجاتيف، يعني different sign، الساين بتاعتهم مختلفة. يبقى بما ان الساين مختلفة يبقى انا هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم بلس. برافو عليكم، يعني ابسليوت النيجاتيف 3 بلس ابسليوت 10. اي نمبر بيطلع من الابسليوت بيطلع بوزيتيف، سواء نيجاتيف او بوزيتيف، يبقى 3 بلس 10 ايكوال 13. وما تنساش تكتب يونتس عشان دي ديستنس. اهو بصوا كده على النمبر لاين، فعلا بعمل لي التو بوينت اهو لازم اعمل لهم بلس، يبقى لازم يكون عندنا نوع من انواع التخيل، لازم ابقى فاهم انا بعمل ايه. طيب تعالى كده على letter B، لو بصيت كده على letter B التو بوينت عندي ايه؟ التو بوينت عندي بوزيتيف، الاتنين ذا سيم ساين زي بعض، لا يبقى انا كده هعمل لهم ماينس. هنا بقى هعمل ايه ماينس ايه؟ اتفقنا الكبير ماينس الصغير، يبقى انا هقول absolute 3.5. حد هنا هيجي ويقول لي طب absolute ليه؟ ما هي اصلا بلس، عايز تحطها حطها، عايز ما تحطهاش ما تحطهاش. انا حطيتها عشان يكون رول عام عشان ما تلخبطش نفسك، سواء حطيته او مش حطيته كده كده هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك بوزيتيف. يبقى ماينس ابسليوت ال 1.2، 3.5 minus 1.2 equal 2.3، وما تنساش تكتب اليونتس. طيب letter C هحلها بنفس الطريقة، أنا عندي هنا الاتنين إيه؟ الاتنين نيجاتيف، يبقى أنا هعمل لهم بلس ولا ماينس؟ the same sign، ليهم نفس الساين، الاتنين ماينس أهو نيجاتيف، يبقى هعمل لهم ماينس على طول. وما تنساش الكبير ملناش دعوة بالساين، الكبير ككبير نمبر، محدش يقول لي إيه بس النيجاتيف هنا المفروض تبقى أصغر، لا أنا بتكلم على النمبر. ليه؟ لأنه هيطلع بوزيتيف خلاص، فإحنا بنتعامل معاه على إنه بوزيتيف، يبقى أبسليوت نيجاتيف 600 ماينس أبسليوت نيجاتيف 105، اعمل لهم ماينس كده يبقى 600 ماينس 105 ايكوال 495، وما تنساش تكتب يونتس. طيب هنا ديفرنت ساين، يبقى هعمل ايه؟ هعمل بلس على طول، ابسليوت ال 100 بلس ابسليوت نيجاتيف 250، طبعا الاثنين هيطلعوا بوزيتيف، يبقى هيكون 350 يونتس. ونيجي على الفيرتيكال، الفيرتيكال هي مش محتاجة شرح يا ولاد، هي نفس الموضوع بالظبط، أنا عندي ده بوزيتيف وده نيجاتيف، يبقوا ديفرنت ولا لأ؟ مختلفين ولا لأ؟ إشارتهم مختلفة ولا لأ؟ إشارتهم مختلفة، يبقى أنا هعمل لهم إيه؟ هعمل لهم بلس، يبقى بلس التو نيجاتيف تو أند ثيرد equal 6 plus 2 and 3، هتطلع بالبلس يبقى 8 and 1 over 3 units. طبعا اتعلمنا ازاي نعمل بلس هول مع الهول والفراكشن ينزل زي ما هو. طيب ده لا، ده دول نفس الساين، يبقى هعمل لهم ماينس على طول، ما تنساش تحط الكبير الاول، يبقى انا عندي
530 minus 120. 530 minus 120 equal 410 units. طيب تعالى كده على number 2. بيقول لي find the value of x of on each of the following vertical or horizontal line. هنا مديني distance between A and B equal 10 units. ايه ده؟ هو مديني ايه؟ مديني distance. وعايز ايه؟ عايز ال x. يعني انا هعمل ايه؟ تعالوا كده. انا عندي هنا ده positive وده negative. صح؟ يبقى أنا كأني بجيب الديستنس عادي خالص، أنا واحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف، يبقى هعمل لهم بلس. تمام؟ يبقى أنا كده عرفت إن التو أهي طلعت بالبوزيتيف بلس الأبسوليوت الإكس إيكوال 10 عشان أنا معايا الديستنس. يبقى من هنا عرفت إن أبسوليوت الإكس إيكوال الجبرك بقى التو بالبوزيتيف تعدي بالنيجاتيف، يعني 10 minus 2 in first term equal 8. طيب يا ترى الابسوليوت اكس دي اللي هي equal 8، ما هي الاكس دي ممكن تكون نيجاتيف وممكن تكون بوزيتيف. هعرف منين؟ ما هي موجوده on the right، يعني الاكس greater than is 0، يبقى الاكس هنا طلعت معاك 8. طيب letter b هو عايز ايه؟ letter b هو مديني برضو the distance، يبقى انا عندي هنا دي negative ودي positive، يبقى انا هحلها بنفس الطريقة بالظبط. هسيبكم تحلوها وقولولي في الكومنت طلعت معاكم كام. طيب تعالوا كده على letter c. هنا vertical طبعا نفس الموضوع، horizontal او vertical ما بيفرقش، مديني distance ما بين ال b وال a 50. تمام؟ خد بالك الزيرو اهو، يعني البي والاي ذا سيم ساين، يعني انا هعمل ابسوليوت نيجاتيف 60 كانك بتجيب الديستنس عادي خالص، ماينس عشان هما الاتنين نيجاتيف، يبقى ماينس ابسوليوت الاكس ايكوال 50. يبقى انا كده عندي 60 ماينس ابسوليوت الاكس ايكوال 50. طبعا عشان انا اجيب الابسوليوت الاكس ده، انت عارف ان 60 ماينس 10 ايكوال 50، او بالجبرك ابسوليوت الاكس هيعدي هنا بالبلس اهو، وال50 هتروح هناك بالماينس، كل اللي بيعدي الايكوال الساين بتاعته بتتغير. يبقى انا كده عرفت ان ابسوليوت الاكس ايكوال 60 ماينس 50. اتفقنا ابسوليوت الاكس اهي دي كانت بالنيجاتيف اهو، عدت الايكوال بقت بالبوزيتيف، ودي بالبوزيتيف اهي مفيش ساين، يعني بالبوزيتيف عدت هنا بالنيجاتيف، يبقى بقت 60 ماينس 50 ايكوال 10. ثانيه واحده بقى، الاكس هنا هي بلس 10، الاكس هنا هي بوزيتيف 10 ولا نيجاتيف؟ لا خد بالك انت الاكس اهي، احنا لسه قايلين اصلا ان هي the same sign، يعني ال b the same sign of a، يعني ال x بتاعتك less than zero، ال x less than zero يعني ال x equal negative 10. وطبعا يا حبايبي دي هنحلها بنفس الطريقة، الزيرو في النص يعني دي positive ودي negative، يعني انا هعمل لهم plus. وقولي لي برضو في الكومنت طلعت معاكم كام، ويلا بينا عشان نقيس الديستنس على الكوردن بلين. طيب تعالوا كده، لو عندي بقى التو بوينت دول اوردرد بير موجودين على الكوردن بلين، انا عايز الديستنس اي بي. هي فرقت؟ انت شايف ان هي فرقت مش نفسها بالظبط، يعني انا لو نزلت داش كده زي ما هو عامل في الصورة، مش أنا هبقى عايز الـ x2 minus الـ x1؟ طيب تعالى كده شوفها على الـ coordinate plane بكل سهولة. بص كده معايا، أنا عندي هنا different المختلف هو الـ x، الـ y أهو زي ما هو، يبقى ملناش دعوة بيه، إحنا هنروح لإيه؟ للمختلف اللي هو الـ x. الاتنين the same sign، ما هم موجودين في نفس الـ quadrant. صح؟ يعني الـ x1 والـ x2 the same sign،
انا هجيب الاي بي ازاي؟ نفس الموضوع بالظبط، هاخد الرقم الكبير اللي هو الاكس 2 احطه جوه الابسوليوت، ماينس الرقم الصغير اللي هو الاكس 1 برضو جوه الابسوليوت. شايفين لما الاكس كان مختلف عمل لي هوريزونتال لاين. فعلا انا عندي الواي ذا سيم بوينت، يبقى لما اجي اوصل ما بين الاي والبي هيعمل لي هوريزونتال لاين عشان الاكس هو المختلف. طيب تعالى كده التو بوينت في ديفرنت كوادرنت، ده الفيرست وده السكند زي ما انتوا حبايبي عارفين وزي ما شرحت في الفيديو اللي فات. يبقى انا عرفت ان ده بوزيتيف وده نيجاتيف، يعني الساين بتاعتهم مختلفه. فلما اجي اجيب الاي بي زي ما خدنا من شويه في اللاين، هنعمل ايه؟ هعمل الاكس 1 ابسوليوت بلس الابسوليوت اكس 2 بكل سهوله. وبما ان المختلف هو الاكس، يبقى لما اجي اوصل ما بينهم هيكون هوريزونتال لاين. ودايما وشرحت في شيت المتميز وشرحت في الفيديو اللي فات، دايما يكون عندك نوع من انواع التخيل، ان انا دايما ارسم الكاردنت بلين قدام عيني عشان انا عارف ان ده البوزيتيف وده البوزيتيف وده النيجاتيف وده النيجاتيف، وابتدي اعمل بلوت عشوائي لاي بوينت عشان اعرف اتخيل هي في الفيرست ولا في السكند ولا في الثيرد ولا في الفورث. ده ماث يعني ما فيهوش حفظ، في فهم فقط. فاسمع معايا للاخر عشان تتاسس صح وتفهم الماث كويس. طيب يا حبايبي لو التو اوردرد بير بقى الواي بتاعهم هو اللي مختلف، تعالى كده انا عندي نفس الاكس اهو، جيت عملت اول بوينت طلعت لي ايه، مع نفس الاكس عملت البوينت التانية طلعت لي بي، يبقى عمل لي ايه؟ عمل لي فيرتيكال لاين. يبقى لما يكون الواي مختلف بيطلع لي فيرتيكال لاين، تمام. طيب هجيب الديستنس اي بي ازاي؟ انا عايز الديستنس اي بي هجيبها ازاي؟ هما في ذا سيم كوادرنت ولا في ديفرنت كوادرنت؟ لا في ذا سيم كوادرنت، خلاص يبقى اعمل لهم ماينس. في ذا سيم كوادرنت يعني الساين بتاعتهم اشارتهم واحده، يبقى انا كده هاخد الكبير ابسوليوت الواي 2 اهو ده الكبير ماينس ابسوليوت واي 1. يبقى انا باخد الكبير اللي هو الابعد عن الاكس ماينس الصغير، وهطلع الديستنس بكل سهولة زي ما اتعلمنا في اللاين. طيب لو التو اوردرد بير موجودين في different quadrant، ده انا عارف انه في الفيرست وده عارف ان هو في الفورث، خلاص زي ما اتعلمنا اهو الزيرو ما بينهم. يبقى انا هاجي على الاي بي عارف ان هما different، يبقى هعمل لهم بلس ابسوليوت الواي 1 بلس ابسوليوت الواي 2 نفس اللي قلناه في اللاين بالظبط، وتعلمنا اهو بكل سهولة. ويلا على باقي اكسرسايز المعاصر عشان نطبق على اللي احنا تعلمناه ونتمكن من الليسون كويس جدا. ويلا بينا على نمبر 3. تعالى كده على التو اوردر بير، اول حاجة تبص عليها يا ولاد هو ايه اللي مختلف عندي؟ اللي مختلف عندي الواي. اتفقنا مختلف الواي اهو، واي مختلف يبقى هيعمل لي فيرتيكال، متخيلين شايف الكوردينت بلين قدامي، يبقى هيعمل لي فيرتيكال. يبقى اول حاجه عرفتها ان هو ايه؟ فيرتيكال. طيب سيم كوادرنت ولا ديفرنت؟ بص على التو نمبر، التو نمبر نفس الساين، لا ده واحد ماينس والتاني بوزيتيف، لا ده واحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف، يبقى ديفرنت، يبقى فيرتيكال وديفرنت. طب تعالوا على اللي بعده، فين اللي مختلف؟ اللي مختلف الاكس، مختلف الاكس يبقى ده على طول هوريزونتال اهو، اكس اهو مختلف، واحد هنا وواحد هنا، يبقى لما اجي اوصل منهم هيعمل هوريزونتال. طيب سيم ولا ديفرنت؟ حسب، ده 2 وده 6 الاثنين بوزيتيف يبقى سيم. طيب اللي بعده اهو بكل سهوله، اللي مختلف الاكس يبقى على طول هوريزونتال. مختلفين ولا زي بعض؟ لا مختلفين، يبقى different. اللي بعده
انا عندي الممبر اللي مختلف هو الواي، اهو الاكس نفسه زي ما هو، احنا بنبص على النمبر اللي اتغير، اللي اتغير عندي الواي، اتغير واي يبقى يعمل لك فيرتيكال. طيب نفسه ده، ده نيجاتيف وده نيجاتيف، خلاص يبقى فيرتيكال ونفس الكوادرنت. طيب تعالى على نمبر 4، بيقول لي بلوت ايتش سيت اوف اوردرد بير، وبعدين جوين ذا بوينت اند فايند ذا لينث اوف ذا ريزلتد لاين سيجمنت. تعالى كده نعمل للليتر A بلوت للتو بوينت. بيقول لي 4 and negative 1، نروح عند ال x عند 4 وننزل منها negative 1 ادي اول بوينت. بيقول لي 4 and negative 5، نروح عند ال 4 وننزل negative 5. يبقى انا عندي اهو، طبعا انت هتوصل بالرولر بتاعتك اهو، انا عندي اللاين اهو، هو عايز ايه؟ عايز اللينث ده لاين سيجمنت، طبعا هيبقى عبارة عن ايه؟ هما الاتنين في نفس الكوادرنت، يبقى الكبير اللي هو ابسوليوت نيجاتيف 5 اهو الكبير ماينس ابسوليوت الصغير يعني نيجاتيف 1. انا بقول كبير وصغير على النمبر زي ما فهمتكم، يعني 5 ماينس 1 ايكوال 4 يونتس، والموضوع سهل وبسيط جدا. تعالى كده احل معاك ليتر سي، انا عندي نيجاتيف 1 و 2 و 5 و 2، نمسك كده بلوت لكل ordered pair، نيجاتيف 1 ادي النيجاتيف 1 واطلع منها 2 اهو، وعندي ال 5 فين ال 5 اهي، وهطلع منها 2 وهوصل ال 2 number اهم. ال 2 number بقوا في ايه؟ بقوا في different quadrant، دي في ال first ودي في ال second، يبقى انا كده different مختلفين يبقى plus، يبقى انا هاخد ال negative 1 absolute negative 1 plus absolute ال 5، يبقى أنا كده عندي 1 plus 5 equals 6 units. أعتقد الموضوع بإذن الله بقى سهل وبسيط خالص. طيب تعالوا كده قبل ما نكمل نروح على check your understand، بيقول لي find the distance between each pair of point. السؤال دي، السؤال ده هو أكثر واقعية، فعشان كده أنا حبيت أحله معاكم. يعني هو بيجيب لي الordered pair كده وبيقول لي find the distance، فأنا بعمل إيه يا ولاد؟ أنا ببص فين المختلف، يعني النمبر اللي اختلف اللي هو الإكس أهو، الواي زي ما هو ماليش دعوة بيه، أنا ببص على المختلف. أول حاجة عرفت المختلف، تاني حاجة ده بلس وده ماينس، يبقى في different quadrant صح؟ يبقى ما بينهم الزيرو، يبقى هعمل لهم بلس، يعني هاخد كده absolute negative 5 بلس absolute 4، يبقى دي distance A B equal، يبقى equal كام؟ 5 plus 4 equal 9، وما تنساش تكتب units. طيب تعالى كده على number 3، أنا عايز ال A B اللي مختلف عندي إيه؟ هو ال X. طب ده 0، خلاص هو الزيرو سواء عملت له بلس او عملت له ماينس نو فاليو، يعني انا على طول هقول ابسوليوت النيجاتيف 4 اللي هي ايكوال 4 يونتس. طيب تعالى على نمبر 2، فين المختلف هنا؟ فين الديفرنت؟ الديفرنت الواي بس، الساين بتاعته لا ده سيم ساين، يبقى انا عندي ال اي بي ايكوال، اخد الكبير ابسوليوت النيجاتيف 5 ماينس ابسوليوت الصغير اللي هو نيجاتيف 1، يعني 5 ماينس 1 ايكوال 4 يونتس. طب تعالى كده على نمبر 4، فين المختلف؟ المختلف الواي، ذا سيم ساين ولا ديفرنت؟ لا ده ديفرنت، يبقى انا هقول اي بي ايكوال، بما انهم ديفرنت يبقى هعمل لهم بلس، اخد ال 2 بوينت جوه الابسوليوت واعمل لهم بلس، 8 بلس 2 ايكوال 10 يونتس. ويلا بينا نكمل الاكسرسايز، كل الاكسرسايز اللي فاتت كانت مقرره، فهنروح كده على نمبر 6، بيقول لي select the pairs of the points that have a distance of 6 units between them. طبعا الموضوع سهل جدا، انت هتمسك واحده واحده وتجيب الديستنس، واللي هتطلع 6 يونت تبقى معاك، تعمل لها سيركل. طب تعالى على ليتر A، فين المختلف عندك؟ المختلف الواي بنفس الساين اه، يبقى انا هعمل لهم ماينس، يعني هجيب الديستنس دي هتبقى عباره عن ابسوليوت ال5
minus absolute ال 1 يعني 5 minus 1 equal 4 units، يبقى دي كده ايه مش معايا. طب تعال على letter C، فين المختلف؟ ال x، بس دول different مختلفين، يبقى هعمل لهم plus، يبقى absolute negative 4 plus absolute 2 يعني 4 plus 2 equal 6 units. ايه ده طلعت 6 تبقى معانا. وبنفس الطريقة هتكمل E و B و D و F وتشوف اللي يطلع 6 يونت يبقى تعمل عليه سيركل. يا ولاد نمبر 7 هي اللي حلتها بالظبط في التشيك، فتعالى كده احل معاك نمبر 8 عشان بس النمبر صعبة شوية نحل بعضها. letter A، ببص كده لقيت ان التو نمبرز دول مختلفين والاتنين بلس، يبقى انا هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم ماينس، يبقى على طول 5 بما انهم بوزيتيف يعني، فممكن اقول على طول 5.876 هندرتس ماينس 3.124 هندرتس. بشتغل ماينس ازاي؟ شغل بقى سنة خمسة. ال 6 ماينس 4 ايكوال 2، ادي 2 اهي. ال 7 ماينس 2 ايكوال 5، يبقى فروم ذا ليفت كده وتشتغل ديجيت ديجيت كأن ايه؟ كأن الديسمال بوينت بتاعتك مش موجودة. ال 8 ماينس 1 ايكوال 7، احط الديسمال بوينت 5 ماينس 3 ايكوال 2، يبقى انا طلعت عندي 2 and 752 thousand units. طيب تعالى على letter C اللي متغير عندي الاكس، الاتنين نيجاتيف صح، يبقى انا هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم برضو ماينس عشان نفس الساين سواء نيجاتيف او بوزيتيف بعمل لهم ماينس. يبقى انا هاخد كده ابسوليوت، طبعا ممكن اقول على طول الفور وانا بحل معاكم بس انتوا اكتبوا ابسوليوت، ماينس نيجاتيف 2.87 هتطلع منها 4.8000 ماينس 2.8700. هنا عندك 3 decimal number وهنا تحط 0 هنا على طول عشان يكونوا 3 زيهم زي ما انتوا خدتوا السنة اللي فاتت. هكمل المسألة معايا كده واحنا مكملين. ال 8 minus 0 equal 8، هتنزل 8 زي ما هي. طب ال 0 لا مش هينفع هنستلف، يبقى ال 4 دي هتبقى 3. طيب أول 0 عندك بيبقى 10 واللي جنبه 9، 10 minus 7 equal 3 على طول من غير ما تفكر، ال 9 minus 8 equal 1 والديسمال بوينت أهي، وعندي دي بقت 3 minus 2 equal 1، وما تنساش تكتب ال units. طيب letter E اللي مختلف عندي، اللي مختلف عندي دول بس ده دول different، يبقى هعمل لهم plus، يبقى absolute 45 3 over 7 plus absolute negative 4 و 5 over 7. خلاص يبقى أنا عندي 45 و 3 over 7 plus 4 و 5 over 7. تعالى كده أعمل لهم plus 3 plus 5 equal 8 over 7 وال 4 plus 45 equal 49. أنا بعمل fraction plus fraction whole plus whole زي ما خدنا في السنين اللي فاتت. هنيجي كده الميكسد نمبر ده زي ما اتعلمته ما بينه بلس، وده improper هحوله الميكسد. 8 divided 7 equal 1، 1 multiply 7 equal 7، يبقى في عندك remainder 8 minus 7 equal 1 over 7. طبعا المفروض نكون بنعرف نعملها بكل سهولة. plus 49 اوعى تنساها، يبقى 49 plus 1 equal 50 and 1 over 7. ولو ناسي ازاي تحول من improper لmixed number هيظهر قدامك reels دلوقتي مدته دقيقة هيفيدك جدا. وتعالوا كده على number 9 وهي مهمة جدا. بيقولي write the coordinate plane of the two points such that they are at the given distance from the given point. يعني ايه؟ يعني هو مديني البوينت دي وبيقول لي ان انت عندك two ordered pair two point على 8 يونت منها. طب تعال كده يعني نتخيل بس، انا الكوردينت بلين اهو عندي تمام كده زي ما قلت لك دايما ارسمه واعمل بلوت للنمبر بشكل عشوائي، انت بس بتفهم نفسك. انا عندي الاكس 2 ادي الاكس 2 اهي واطلع منها 4 وليكن دي البوينت بتاعتي ايه. خلاص وقال لك ان انت عندك two point على بعد 8 من البوينت دي صح؟
طيب ما تيجي كده نقول ان البوينت دي ما بينها وما بين البي، وليكن البي هنا هي دي الايت، ما بينهم 8 يونتس صح؟ طيب البوينت دي ممكن تكون فوق هنا، تمام. طب ما حد تاني يقول لي طب اشمعنى ما هي ممكن البوينت دي تبقى تحت وتكون هنا برضو؟ هقول له اه فعلا، وهم دول التو اوردرد بير اللي هو عايزهم، تمام. طب اجيبهم ازاي؟ بكل سهولة جدا. بص على التو اوردرد بير اللي هو مديهم لك. هو مديك ايه؟ مديني التو زي ما هي، يعني اللي اتغير معاك كام؟ الفور صح؟ الفور ده اللي هو مديهولك، مرة اعمله ماينس الايت ومرة اعمله بلاس الايت. ما هي البوينت دي لا اما مرة فوق لا اما مرة تحت، يعني لا اما زودت عليها الايت لا اما نقصت منها الايت. طب الفور ماينس ايت، الفور ماينس ايت ايكوال ماينس فور، تمام. وبقول دايما للصغيرين قول دايما 8 ماينس 4، عشان ال 8 ماينس 4 doesn't equal 4 ماينس 8. دايما الماينس بياخد اشاره الرقم الكبير الساين بتاعته، يعني انت هتقول ال 8 ماينس 4 equal 4 اه، بس هتاخد ساين ال 8 اللي هي ماينس، يبقى نيجاتيف 4. طب ال 4 بلس ال 8 12. طب تعالى على اللي بعده اللي اتغير نيجاتيف 5 صح؟ ادي النيجاتيف 5 اهي، حصل لها ايه؟ 3 يونت، يبقى بلس 3. دي أول مرة نيجاتيف 5 بلس 3 نيجاتيف 2، تمام. لازم تبقى بتعرف تعمل البلس والماينس ده كأنك بالظبط بتقول ايه 3 ماينس 5، 3 ماينس 5 ايكوال 2، وتحط إشارة الرقم الكبير. طيب نيجاتيف 5 ماينس 3 ايكوال نيجاتيف 8، يبقى انت طلع عندك نمبر بنيجاتيف 2 ومرة نمبر بنيجاتيف 8. طب تعالى على اللي بعدها اهو بكل سهولة، انا عندي اتغير ايه؟ النيجاتيف 1 اهو، يبقى نيجاتيف 1 مرة بلس 6 ومرة ماينس 6. نيجاتيف 1 بلس 6 ايكوال 5، نيجاتيف 1 ماينس 6 ايكوال نيجاتيف 7، يبقى انت عندك هنا 5 وهنا نيجاتيف 7. خلاص يا ولاد، يبقى بكل سهولة. طب تعالى على لتر دي، ايه اللي اتغير؟ اتغير الاكس اهو اللي هو النيجاتيف 1، خدوا مرة بلس الفايف وخدوا مرة ماينس الفايف، ماشي. بتعمل ايه؟ نيجاتيف 1 بلس الفايف اتنين مختلفين، هعلمك اهو بالراحة، اتنين رقمين مختلفين، تمام. بتعمل لهم ماينس وتحط إشارة الكبير، يعني 5 ماينس 1 إيكوال 4، والكبير عندي بوزيتيف يبقى بوزيتيف، يبقى أدي أول واحد 4. طب الاتنين ماينس، يبقى بتعمل لهم بلس كأنك بتعمل لهم بلس مع بعض، وتحط البلس وبعدين إشارة الكبير يعني نيجاتيف 6. فهمنا يا ولاد بنحلها إزاي؟ طيب أهو اللي متغير إيه؟ نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 ادي ال 10، يبقى ادي نيجاتيف 1 بلس ال 10 وادي نيجاتيف 1 ماينس ال 10 بكل سهوله اهو. قلت لك واحده ماينس واحده بلس، يبقى بتعمل لهم ايه؟ ماينس، وتحط اشاره الكبير يعني 9. طيب هنا الاثنين ماينس، يبقى بتعمل لهم بلس وتحط اشاره الماينس، يعني كانك بتقول 1 بلس 10 ايكوال 11 والماينس بتحطها، يبقى equal negative 11. وهسيبكم انتوا بقى تحلوا letter F. ويلا بينا على أهم exercise المعاصر اللي هي بتكون موضع الامتحانات، وطبعا أنا بختار أهم الأسئلة اللي موجودة وبحل جزء كبير جدا. الأسئلة التانية ما بتبقاش موضع امتحان وبتبقى مقررة بشكل كبير، فأنا بحل كل الأفكار اللي ممكن تجي لك. تعالوا كده على number one، the distance between A and B، ال A أهي وال B أهي، واحد minus واحد plus، يبقى هعمل لهم A plus، يعني 2 plus 3 equal 5 أهو. طبعا هنحل أهو، احنا حلينا بالتفصيل. number two، the distance between the point 2 and 5 tenses and 9 and 8 tenses as shown below، عايز الدستنس ما بينهم، الاتنين أهم positive، يبقى هعمل لهم إيه؟ minus، يعني 9.8 minus 2.5،
8 minus 5 equal 3 وادي الديسمال بوينت 9 minus 2 equal 7 يعني letter D. Number 3 in the opposite figure FAB equal 6 unit then X زي ما حلينا يا ولاد ال AB ب 6 طب تعالى هو ال B وال A دول different يبقى انا هاخد كده absolute ال 2.3 واعمل لهم plus بما انهم ايه different equal 6 يبقى أنا كده عندي 2.3 plus absolute x equal 6 طيب أنا عندي ال x أهي إيه plus يبقى أنا عرفت إن ال x plus equal ال 2.3 هتعدي بإيه بالminus يعني 6 minus 2.3 equal 3.7 طبعا أنا لما باجي أعمل الماينس ده بحط هنا decimal point وزيرو أي هول عنده decimal point هنا وباخد من ال 6 ده 1 يكون 5 والزيرو ده بيكون 10 يعني letter D. طيب number 4 if we have the point A and B then the length of AB عايز اللينث بتاع ال AB بص كده فين المختلف المختلف عندي اهو ال Y نفس الساين ولا مختلفين لا مختلفين يبقى هعمل لهم plus يبقى 4 plus 5 على طول اهو equal 9 number 5 if, what is the distance between the point تعالى كده التو بوينت دول فين النمبر المختلف هو الاكس صح يبقى الاكس مختلف وكمان الساين بتاعته مختلفه يبقى انا هعمل له بلس 4 بلس 5 ايكوال 9 يعني ليتر دي نمبر 6 which of the following value could be the coordinate plane of the point that is 13 unit from 10 and 6 عايز الواي هنا ومديني الديستنس 13 تعالوا كده نبص على اللي تشوز لو قلت مثلا ان هي 17 هل 17 ماينس ما هو التو بوينت دول يا اما هعمل لهم ماينس يا اما هعمل لهم بلس زي ما احنا عارفين ال 17 ماينس 6 ايكوال 11 يبقى غلط طب ال 17 بلس 6 ايكوال 23 يبقى برضو غلط طب تعالى كده على 3 3 بلس 6 ايكوال 9 طيب 6 ماينس 3 ايكوال 3 يبقى برضو غلط طب تعالى على ماينس 1 ال 6 minus 1 equal 5 ال 6 plus minus 1 equal 5 طب ال 6 minus اللي هي ال absolute يعني 6 plus 1 equal 7 برضو غلط طب تعالى كده على ده ال 7 طبعا انا باخده بالبلس لانه هيدخل جوه ال absolute ال 7 minus 6 equal 1 يبقى لا طب ال 7 plus 6 equal 13 يبقى هو letter D letter D هو اللي صح Number 7 given x a and negative 2 y 3 and negative 2 and given that ال a less than 0 and the length of x y is 6 unit شايف قال لك ان ال a less than 0 ليه عشان تعرف ان هو negative عشان تعمل لهم plus يبقى انا كده عرفت ان انا هعمل لل absolute 3 plus absolute ال a equal 6 يبقى أنا كده عرفت إن الـ 3 plus absolute الـ A equal 6 الـ 3 هتعدي بالماينس يبقى absolute الـ A equal 6 minus 3 equal 3 يبقى أنا عرفت إن الـ A equal negative 3 عشان قال لي less than الـ 0 طيب number 8 what is the distance between the point A and its reflection image in the x axis طبعا reflection about x axis زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات يعني الواي هيتغير يعني انا هحط الاكس زي ما هو والواي هيبقى negative 5 يعني انا هجيب ايه ال distance ما بين دول طيب دول مختلفين يبقى هعمل لهم plus يعني 5 plus 5 بما انه هيدخل جوه ال absolute يبقى 10 unit على طول طيب number 9 What is the distance between the point and its reflection about y بقى؟ حوالين ال y يبقى ال y زي ما هو واللي هيتغير ايه ال x يعني هيبقى 2 وادي negative 1 ال 2 وال negative 2 متغيرين ده reflection يعني على طول بيتعمل لهم plus يبقى 2 plus 2 equal 4 Number 10 If the distance between the point A where y greater than 0 and its reflection image in the x-axis is 6 units then the image of A is عايز الكوردينت بلين بتاع الـ A
بما ان الريفليكشن اباوت اكس اكسس، فانا عرفت ان الاكس مش هيتغير، امال هيتغير ايه؟ الواي. خد بالك هو قال لك ان الواي بوزيتيف، يبقى انت كده هتحط نيجاتيف واي، يعني الواي بتاعك هيطلع بالنيجاتيف. طيب المسافة ما بينهم 6، يعني انت عندك الواي بلس واي ايكوال 6، ما انت بتاخده ابسوليوت صح ولا لا؟ يعني بلس، يبقى انت عندك 2y equal 6، اعمل divided 2 ال first term، يبقى ال y عندك طلعت ب 3. بس خد بالك هي negative لانها reflection ال positive، يبقى انا كده عندي ال point negative 2 و negative 3. وبكده حبايبي نكون خلصنا lesson 4 and 5. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط بالنسبة لكم، واستنوني في الفيديو الجاي اللي هنكمل مع بعض في باقي المنهج.